ما تراه الآن أمامك يا عزيزي المشاهد هي أغرب دراجة نارية استخدمها الجيش الألماني في الحرب العالمية الثانية، دراجة كيتين كراد، حيث صنعها الجيش للتنقل في الأراضي والأماكن الصعبة، وهي عبارة عن مركبة تجمع بين خواص الدراجة النارية والدبابة، فتصميمها من الخلف دبابة تسير على جنزير ومن الأمام دراجة نارية. وكان أفضل شيء فيها هو نظام التوجيه الخاص بها، والذي يسمح للسائق بتدوير العجلة الأمامية 180 درجة كاملة، مما يجعلها قادرة على المناورة بشكل لا يصدق. وعلى الرغم من صغر حجمها، كانت كيتين كراد متعددة الاستخدامات، حيث كانت قادرة على سحب الأحمال الثقيلة ونقل القوات إلى الأماكن المليئة بالوحل والثلج.